one question in RTE News. To Excellency, Minister of Ireland, we know that you said that a number of Irish citizens are coming through the Rafah crossing. Is there any more detail you can give on how many are going to come, their condition, and the assistance that you receive from the Egyptian authorities in achieving that goal? First of all, ليس لدي عدد دقيق حتى يتم وصول الجميع إلى جميع المراهقين أو المواطنين الأيرلنديين على العبور. هو رقم كبير وأننا سوف وهذا رقم سيتزايد وأننا يجب أن نعمل من خلال فريق عمل أو قوة عمل والسلطات الإسرائيلية in this particular issue as well. هي كذلك تعمل إذا هذه المسألة والسلطات المصرية كذلك والوزير ييسرون أو يعملون على تسهيل هذا الأمر ويضعون أسماء المواطنين الأيرلنديين على قائمة المغادرين وسوف يكون لدينا فريق للعمل على الأرض في غزة وسيتم نقلهم إلى القاهرة وكذلك سنتحقق من حالتهم الصحية الجيدة وسنوفر لهم أي خدمات وأننا سوف نيسر هذا الأمر من المنظور الأيرلندي ولكننا نقدر القنوات المفتوحة منذ البداية وفيما يخص المساعدة والمبادرة باتخاذ الإجراءات ودور مصر في تيسير عبور هؤلاء أو نقل هؤلاء أننا نتفهم بالطبع أن بالتوازي مع هذا هناك ضرورة ملحة لدخول المساعدات إلى غزة وكذلك تيسير تدفقات أو كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى الداخل في غزة. مس إيمان عارف from الأهرام newspaper. خلال مناقشاتكم اليوم مع وزير خارجية أيرلندا هل تطرقتم للموقف الأوروبي من الأزمة في غزة وما هي الرسائل التي نقلتها مصر للجانب الأوروبي عبر أيرلندا خاصة وأننا نلاحظ تصعيدا في نبرة التصريحات المصرية تجاه المواقف الغربية من الأزمة في غزة؟ شكرا. تناول القضية والأزمة في غزة كانت شاملة وعبرنا خلالها عن موقفنا وتوقعنا بضرورة أن تلتزم التصريحات الصادرة ليس فقط عن دول الاتحاد الأوروبي ولكن بصفة عامة عن كل أعضاء المجتمع الدولي بأن تكون ملتزمة بدعم القانون الدولي الإنساني وتوصيف الأمور بشكل مباشر متسق مع ما نشهده من تطورات ما نشهده من أفعال ما نشهده من آثار وأن يتم تحديد ذلك بنفس قدر الذي رأيناه من أعضاء المجتمع الدولي من الاتحاد الأوروبي في مواقف أخرى. نتصور أنه عندما تم استهداف مدنيين خلال صراعات أخرى كان الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه وغيره من المجتمع الدولي يأتون بأحكام مطلقة وواضحة وحازمة في ما يتصورون أنه يعتبر مخالفة لقواعد القانون الدولي. في حالة غزة لا نرى نفس قدر الالتزام ونفس قدر الوضوح في توصيف ما يحدث في غزة في توصيف ما يتعرض له المدنيين من أعمال. هذا ما نشير إليه وما أشار إليه البيان الختامي عن قمة الدول العربية والإسلامية من ظهور معايير مزدوجة في تناول القضايا السياسية الدولية في قضايا الأزمات وهو أمر يضع منظومة التعاون والتفاعل سواء على المستوى الثنائي أو مستوى المتعدد في خطر بأن هناك نوع من التعامل بانتقائية مع الظروف وهذا الأمر له أثاره السلبية
على القدرة على العمل وتناول القضايا بما يعزز من مبادئ القانون الدولي ميثاق الأمم المتحدة ويجعل الأمر مرهون باعتبارات سياسية لا يمكن الاعتماد عليها في كل القضايا بمعيار واحد ومعيار سليم. في الحقيقة أيرلندا دائما كانت طرف نثق في اهتمامه بتعزيز القانون الدولي بالقدرة على الإعراب عن مواقف واضحة ولها مصداقيتها. ومرة أخرى بتوجه لمعالي الوزير بالشكر على هذه السياسة وهذه المواقف. سؤال آخر لمعالي وزير أيرلندا. Mr. Could I just say at the outset, I think. في البداية أود أن أقول أنه من المعلوم أن هناك معايير مختلفة في الرأي وخاصة في الاتحاد الأوروبي فيما يخص الموقف الإسرائيلي الفلسطيني، وهذا مستمر حتى اليوم على الرغم من اتفاق كذلك في بعض الأمور. إلا أنه لابد أن يكون هناك تصريحا موحدا، وأن هناك حاجة إلى موقف إنساني موحد إزاء هذا الصراع. وفي سياق القرار الأمم المتحدة بشأن الوضع في المنطقة العربية أو الصراع العربي، فكثير من الدول قد امتنعت وأننا عن التصويت حينما طرح هذا القرار. وكان السيد الوزير شكري واضح وحازم فيما يخص هذه المسألة بأنه لابد أن يكون هناك اتساق في تطبيق المبادئ خاصة في ظل الاحتلال وحماية استقلالية الدول، وأننا نتفهم هذا الأمر، وأننا في أيرلندا اتخذنا موقفا يتسق مع المواقف الأخرى تجاه قضايا أخرى مثل الحرب في أوكرانيا وغيرها، فأننا لابد أن نعمل معا تجاه هذه القضايا. الأمر ليس سهلا، ولكن أعتقد أن التحدي، ولكن أيضا الهدف هو أن نعمل معا وأن نشارك وأن نبقي على الحوار حتى نصل إلى موقف متفق عليه. وعلينا أن نتذكر، وكي أكون منصفا، فإن الاتحاد الأوروبي هي كذلك قدمت مساعدات كبيرة إن لم تكن الأكبر للإنسانية للسكان في غزة، ولابد وأن نواصل العمل بشكل إيجابي لخلق مسار للسلام وحل هذه القضايا عقب هذه الحرب الرهيبة. السيد فيليب أرن من Irish Independent. Sorry, Tanish, the Minister Shukri has been very clear in that الوزير شكري كان واضحا فيما يخص إنهاء العنف في فلسطين، وكذلك مطالبة بوقف إطلاق نار إنسانية. هل أعطيت أي تأكيدات بأنك سوف تدفع بهذا الأمر في الاتحاد الأوروبي ليكون هناك وقف إطلاق نار كامل؟ وهل هناك أي إحداثيات فيما يخص الوضع الآن؟ بالنسبة لنا، فإن أيرلندا قد طالبت بوقف إطلاق نار إنساني. من وجهة نظرنا أننا نريد أن ينتهي هذا العنف، وقد صرحنا بهذا علنا. لا ينبغي أن يكون هناك وفيات ودمار كما نشهد. هناك عدد كبير من الأطفال يموتون وعدد من الأبرياء يموتون، وهذا أمر مفرط بكل الأحوال. أننا نريد إنهاء هذا العنف وإنهاء هذه الحرب، ونعتقد أن هذه الحرب لابد وأن تقف
كلها وكلما كان هذا في وقت أقرب كلما كان أفضل للجميع. وأننا نحاول استغلال وقف إطلاق النار الإنساني لنرى كيف سيتطور الأمر. مع الواقع الحالي فإننا لابد وأن كحد أدنى لابد وأن نسمح للمساعدات الإنسانية أن تدخل إلى غزة، وكذلك توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات. فمن يعملون في المستشفيات بصراحة هم أبطال، وكذلك فإنهم في الواقع يعرضون حياتهم للخطر كل يوم. إننا بحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني لمساعدتهم، وأننا بحاجة إلى دعمهم دعما كاملا وتوفير المستلزمات الطبية للأطباء ليتمكنوا من القيام بعملهم. وقد ناقشنا الموقف، وأننا لست في موقف أن أعرض التفاصيل، ولكنني أود أن أشكر الوزير شكري على مبادرته إذا هذه المسألة، ونقدر هذا تقديرا كبيرا. وقد تحدثنا إلى العديد من الأطراف في المنطقة، ونقدر وكل من تحدثنا معهم ومع الوزير شكري فإننا نقدر موقفهم. وكذلك الوزير شكري قد أكد على أهمية دخول المساعدات وعلى كذلك اعتبار الصدمة التي يتعرض لها الأطفال. هل لي أن أضيف؟ أعتقد أنه من المناسب أن نقر بالجهود النبيلة لفريق العمل الطبي الذي يواصل العمل داخل غزة في هذه الظروف الشديدة الخطورة والمتفاقمة، وكذلك الأمم المتحدة. وأننا نود أن نعرب عن تعازينا لأسر ما يقرب من 110 من العاملين بمنظمات الأمم المتحدة في غزة، وكذلك ممن كانوا يوفرون المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. هذا عدد غير مسبوق أن يفقد عدد من العاملين بالأمم المتحدة حياتهم. ولكن مرة أخرى فأننا نعرب عن تعزينا لأسرهم والذين فقدوا هؤلاء الأفراد. الشرفاء إبراهيم مصطفى من إبراهيم مصطفى فروم شكري تبعنا القمة العربية الإسلامية في الرياض، وما خرجت عنه من نتائج بشأن محاسبة إسرائيل دوليا وفك الحصار عن غزة، فكيف يمكن وضع ذلك موضع التنفيذ؟ فيما يتعلق بالمحاسبة فهناك الآليات المعنية بهذا في إطار الأممي المنظمات الدولية، وهذا أمر له أبعاد قانونية ويسير وفقا لما تثير السلطة الوطنية الفلسطينية من اللجوء إلى هذه الآليات. بالنسبة لتنفيذ المقررات فهو جاري التشاور فيما بين الدول العربية والإسلامية، مجموعة الاتصال التي شكلت وتحدد أعضائها من مصر والمملكة العربية السعودية ونيجيريا وتركيا والأردن وإندونيسيا لوضع المقررات موضع تنفيذ. هناك عمل سوف تطلع به هذه المجموعة سواء في التواصل مع الأطراف الدولية في بلورة رؤى مختلفة في كيفية تنفيذ القرارات الصادرة، وسوف تعمل بكل جدية للتعامل مع مكونات السلبية لهذا الصراع حماية للشعب الفلسطيني وحماية لحقوقه المشروعة وطموحاته وأماله. تأكيد أنه وضع الاحتلال، وألا ننسى بأنه رغم أن هذه الأزمة بدأت في 7 أكتوبر أن الاحتلال قائم للأراضي الفلسطينية وللشعب الفلسطيني على مدى ما يزيد عن 50 عام، نصف قرن من المعاناة للشعب الفلسطيني، ويجب أن نعمل على
تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 67 وعصابتها القدس الشرقية، تحقيق الحقوق الغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني حتى يستطيع أن يعيش في أمان وسلام مع دولة إسرائيل والشعب الإسرائيلي، وتنعم المنطقة أيضا بالأمان وأن تكون العلاقات طبيعية فيما بين دولها. هذا لن يتحقق إلا بمراعاة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته. كما تفضل معالي الوزير، الصراع ينتهي، ولكن انتهاء هذا الصراع لن يكتمل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية. وبعد ما يزيد عن 3 عقود من المفاوضات ومن الدعوات، والتي ازدادت خلال الفترة الماضية، وأرجو أن لا يكون هذه الزيادة هي مجرد لتحويل الأنظار عن القضايا القائمة الحالية في هذا الصراع، لكن ليس متصور أن نظل في حلقات مفرغة من مجرد أن يدعو المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات صادرة عن المجلس الأمن، عن الجمعية العامة، عن ما هو التوافق القائم فيما بين المجتمع الدولي عن ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، ولا يتخذ أي إجراء لتنفيذ ذلك. حان الوقت للتنفيذ وليس مجرد الحديث دون تحقيق أي نتائج. شكرا جزيلا. شكرا. Thank you. Thank you.